نفهم أكثر هذا الموضوع عبر الهاتف من عمان معي الدكتور أشرف بني محمد، الخبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، مدير مركز الابتكار والرياضة هناك. مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني على صعيد الفرد دكتور أشرف، وكأنه بات الموضوع مقلقا مملا إذا صح التعبير، كيف يجب أن نتصرف بهذا الإطار؟ أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. المشكلة ليست جديدة، مشكلة قديمة، ودائما يحملون المستخدمين المسؤولية الأولى. يعني تقنيا يمكن تحمل المسؤولية جزء منها على المستخدم، بس بهذا الموضوع لا يمكن، يعني ما في طريقة للوم المستخدم، صحيح؟ اعتقد يوجد، لانه احنا لما الخاصيه بلشت في عند تحميل الماسنجر وفيسبوك لايف. عند التحميل اذا كان المستخدم سمح بالوصول الى بيانات الاتصال على هاتفه، فكانت في فتره معينه تسمح بالوصول لجميع سجلات الاتصالات والنصوص وليس فقط لمعلومات الاتصال. فوجود المستخدمين، سماح المستخدمين بتطبيقات طرف ثالث زي فيسبوك بالوصول الى معلومات الاتصال، اعتقد انه جزء منها نتحمل مسؤوليته نحن بسبب عدم مرات عدم قراءه او فهم جزء من هذه التطبيقات. لكن المشكله الاكبر ليست لدى فيسبوك ايضا، لكن تتحمل جزء من المشكله او المسؤوليه شركه جوجل التي المسؤوله عن نظام اندرويد. والمشكله في الاساس في نظام اندرويد الذي يسمح لتطبيقات طرف ثالث زي فيسبوك بالوصول الى البيانات وسجلات الاتصالات والنصوص ضمن استراتيجيتها في الاعلام. كلما والاعلان وكونه مصدر دخل اساسي، فالوصول لمعلومات المستخدمين الاتصالات لهم يعطيها ادفانتج او تعطيها ميزه تنافسيه عندما تعلم مع من نتصل وكم نتصل، مده الاتصال، تكرار الاتصال مع اطراف معينه. ونفس الاستراتيجيه استخدمتها فيسبوك في خوارزميه تحديد او اقتراح اصدقاء. حوالي ماذا؟ نفس الخوارزميه استخدمتها فيسبوك، الخوارزميه التي تستخدمها فيسبوك في اقتراح الاصدقاء كانت تعتمد بشكل كبير على الوصول الى معلومات الاتصال للمستخدمين. فعلى سبيل المثال اذا كان في اتصال متكرر ولعدد معين ولمده زمنيه كبيره، فسهل جدا انه تقترح فيسبوك هذا الشخص كصديق لنا على 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 منصتها. فبدات المشكله من اندرويد، من انظمه اندرويد، من جيلي بينز من اصدار 2012 الى 2015، وكان جزء كبير منها لم تكن تعلم المستخدمين بانه اذا سمحت لتطبيقات طرف ثالث بالوصول الى معلومات الاتصال، فانت ايضا تسمح لهم بالوصول الى سجلات المكالمات، سجلات النصوص، وليس فقط الى معلومات الاتصال. نعم، طيب، بموضوع يعني هي فوق الضرر اللي طبعا هي بمأزق فيسبوك اليوم، ولكن ماذا تستفيد من تسجيل كل هذه المكالمات والرسائل من قبل المستخدمين؟ هل هو فقط موضوع أمني؟ إذا سمحت لي، أولا ليس لا تسجل مكالمات صوتية ولا تسجل نصوص الرسائل، ولكن تحصل على سجلات المكالمات وسجلات النصوص. هذه المعلومات تساعدك بتقديم خدمات تسويقية بشكل أفضل، بحيث يظهر الإعلان مخصص للأفراد بناء على من يتصل، كم مرة يتصل، حتى استخدمتها في اقتراح الأصدقاء. نعم. وأيضا تعتمد بنفس الشيء كما جوجل تعتمد أيضا على هذه المعلومات في إظهار الإعلانات مخصصة أو كاستمايز لتصبح الإعلانات واحد إلى واحد. نعم. أنا الإعلانات التي أراها أنا لا يراها أي شخص آخر ليس لديه نفس الاهتمامات، نفس جهات الاتصال، نفس الأشياء. أنا أشكرك جزيلا دكتور أشرف بني محمد، خبير تقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، مدير مركز الابتكار والريادة هناك، شكراً.